عبر حسابه عبر تويتر، نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مقطع فيديو متداول بين النشطاء يظهر اعتداء لعناصر قيل أنهم من جماعة الحوثي في اليمن، وذلك الاعتداء جرى على صاحب أحد المحلات التجارية في البلاد. وقال الوزير في تغريدته: مشهد يتكرر كل يوم في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالاعتداء على مالك أحد المحلات التجارية في صنعاء بغرض جباية الأموال لصالح المجهود الحربي وتمويل عملياتها القتالية والتخريبية في اليمن والإقليم. في نموذج ذلك لهمجية ووحشية وإرهاب هذه الميليشيا بحق المواطنين، نتابع المقطع المنشور. الإرياني أتبع تغريداته بسلسلة من التغريدات حول المقطع تساءل فيها قائلا: أين اليمنيين من هذه المشاهد وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الحوثية؟ داعيا في تغريدة تالية كافة المسؤولين والإعلاميين والناشطين لإدراك حجم الخطر والعمل لإنقاذ الشعب اليمني. السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر غرد أيضا عن المقطع وعلق قائلا: ما ظهر في هذا الفيديو جزء بسيط لا يختلف عن أسلوب داعش، وتسمية هذه الجماعة الإرهابية بالثورة ومقاومة إسرائيل وأمريكا علمهم ذلك النظام الإيراني الإرهابي مستغلا جهل أتباعه.